نروح بقى لأسامة العبد الوزير النقل. أهالي دمياط مش درجة تانية، والوزير قال أعمل لكم إيه ب3 مليار. عبر الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وعضو مجلس النواب بدمياط عن استياءه الشديد من الحالة السيئة لمحطة ركاب وعربيات قطارات السكك الحديدية بدمياط، وتساءل إزاي يتم سحب العربيات المكيفة في أي بي من دمياط إلى المنصورة. وأكد أهالي دمياط مش درجة تانية علشان يتم تحميل خسارة هيئة السكك الحديدية عليهم هم بس، ويكون المواطن الدمياطي المتجه للقاهرة مجبر على استقلال عربيات سيئة جدا حتى محطة ركاب المنصورة علشان بعد كده يروح أو يركب عربية أفضل. طلب العبد الدكتور هشام عرفات وزير النقل خلال جولتهم في ميناء دمياط وبعض الأماكن الحيوية بالمحافظة بتطوير عربيات القطار ومحطة الركاب، وهو ما رفض وزير النقل وقال أنا مش معقول أبدا أطور المنظومة بالمقلوب. يعني طبيعي إن هم، ده كلام وزير النقل، يعني نقوم بتطوير القضبان والإشارات والجرارات والسيارات وبعد كده نطور العربيات ومحطات الركاب. وزير النقل قال له كمان إحنا اتقدمنا بالفعل بطلب للجنتين الخطه والموازنه والنقل والمواصلات عشان نعتمد خطه تطوير هتتكلف 9 مليار جنيه. وقال له قال لاسامه العبد النائب انتوا اعتمدتوا 3 مليار جنيه بس، انا هطور بيها ايه ولا ايه؟ ولا تنتظر تطوير محطه دمياط كعربيات او غيرها من غير عمليه ازدواج للخط، لان مش معقول انا هرمي عربيات مكيفه وحديثه على خط متهالك. في بقى هنا اتدخل النائب اسامه العبد مره تانية وقال الناس بتشتكي من محطه اتوبيس شرق الدلتا كمان، مستائين جدا من حاله الاتوبيسات والمحطه وعدم الالتزام بالمواعيد، وهو اللي خلاهم بعد كده ان هم يروحوا يستقلوا الميكروباصات وهربوا من الاتوبيسات. وبعدين راح الوزير مقطعه تاني قال لولا الطرق الجيدة اللي أنشئت مؤخرا وأصبح زمن الوصول من دمياط للقاهرة أقل من القطار والأتوبيس، فالكلام ده في حد ذاته شغل الوزارة وهيئتها. طيب احنا قعدنا كتير قوي نتكلم على موضوع الاراضي واسترداد الاراضي وكده ما ينفعش، لحد ما طلع قرار سيادي من رئاسة الجمهورية فالناس كلها بدأت تنفذ. هل احنا مستنيين لما يحصل حاجة زي كده في المواصلات؟ مستنيين قرار سيادي؟ مستنيين لما حد يقول لنا نعمل ايه؟ دي يعني احنا لحد دلوقتي كل واحد فيهم سواء النائب او الوزير بيقول حاجه، ممكن الاثنين يبقوا صح وممكن الاثنين ما يبقوش صح، فاحنا لحد دلوقتي وفي النهايه يعني المواطن هو اللي اتأذى، المواطن هو اللي مش عارف يركب القطر ولا يركب الميكروباص ولا يركب الاتوبيس والطرق. طب وبعدين مستنيين ايه؟ متهيألي احنا مستنيين برضو ان يحصل قرار سيادي عشان يقول لهم يا جماعه اعملوا وصلحوا ال